فينا مساء الخير، نحييكم في حلقة جديدة على الهواء. هنبدأ بالقضية اللي أثارت هلعا وفزعا في كل المدارس. مش كفاية أنه التعليم فاسد، الوجبات المدرسية كمان فاسدة. يعني أن نصل إلى هذه الحالة، لا احنا عارفين نعمل تعليما طازجا سليما ويتمشى مع التطور الحادث في المجتمع ومع المدنية اللي العالم كله بيتقدم بيها، كمان حتى الوجبة المدرسية، حتى البسكويت البسيط يعني بيتضح بعد ذلك انه فاسد. ليه؟ لان في غياب ضمير، انعدام رقابة، في صفقات بتتم من تحت لتحت مع موردين الأغذية للمدارس علشان بيكسبوا منها كميات كبيرة جدا بيتم توريدها للمدارس، وبالتالي هي سبوبة ضخمة. حياة التلاميذ ما تهمهمش، خاصة ان وجبات من هذا النوع لازم لما اجي اعمل فيها مقاييس الرقابة الشديدة لازم اعملها بحسم شديد جدا، لانها متعلقة بنشأ واطفال وتلاميذ، اصاباتهم بتختلف، قدرتهم على التحمل بتختلف، وبالتالي كمان مفيش أي ضمانات يمكن إنها تحمي التلاميذ من ذلك. بتحصل دي حوادث مختلفة طيلة السنوات الماضية، لكن طبعا لأنه في وقت واحد حالات تسمم في أكثر من مدرسة في أكثر من محافظة، ده معناها إنه الفساد متوغل في كل مكان، ومعناها إن أعداد كبيرة من عمليات التوريد بتتم وفقا لصفقات مشبوهة. القضية مش قضية أكل فاسد، القضية قضية ضمائر فاسدة لابد من التحقيق في كل الوقائع والملابسات المتعلقة بها. تعالوا نشوف حالة الهلع والفزع، حالة التسمم في المدارس، ونبدأ ببني سويف. الهنس؟ انت اكلت بسكوت؟ حاسس بايه؟ انت رجعت يعني ولا حاجه؟ وبطنك وجعك؟ اول مره تحصل ولا اكلت حاجه تاني؟ لا، هو بسكوت بس اللي كلوه. حضرتك والدته ايه اللي حصل معاه؟ حسن جه من المدرسه قال دايخ كده، يبقى انا ما خدتش ولا عطيه، راح بصت لي وهو بقى فضل يرجع هما الاثنين. هو اخوه؟ كلت واجل وكنا بقصاد في المدرسه، واشيل من غير فطور ولا كل حاجه ولا محتاجه، وكنا بقصاد في المدرسه بس. هو اخوه؟ انت كلت اسمك ايه؟ في السنه كام؟ هو الاول. اكلت ايه يا حاجه؟ هو البسكوت. اكلت بسكوت؟ ما حصلهاش اعراض قبل كده؟ وانت برضو ابنك كل البسكوت؟ ايوه. انتوا في مدرسه ايه؟ مدرسه الهانس. في الهانس، وانت الهانس؟ بعد اذنك بس لو سمحتي، هو كل البسكوت ولا حاجه غير البسكوت؟ هو البسكوت. هي في سنه كام؟ اسمها ايه؟ اسمها مروه. حست بايه طيب لما؟ ايه؟ بطنك وجعتك؟ طبعا لا، لسه هنشوف في السويس. بس كمان لما سألنا طيب هي الوجبة المدرسية هي مهمة، مش ممكن يكون في بدائل معينة؟ فطبعا في بعض المحافظات زي ما قال بعض المعنيين بهذه القضية، يعني في بالنسبة للتلميذ ممكن تكون هذه الوجبة بالنسبة له مهمة جدا، طب خلاص تبقى نعملها صحية. طيب تعالوا نشوف ايه اللي حصل. استاذ محمود علي ولي امر، يا استاذ محمود اهلا بيك. يا اهلا وسهلا، ازيك يا باشا؟ ازاي معاك يا باشا؟ ايه اللي حصل؟ سيادتك احنا في مدرسه الهانس الابتدائيه تبع مركز الفاشن محافظه بني سويف. احنا دلوقتي فوجئنا ان الاولاد بياكلوا بسكوت تبع المدرسه، دي وجبه بياخدوها كل يوم. فوجئنا جالهم حاله تسمم، يعني حوالي من 50 ل 60 طالب. دلوقتي يا وائل بيه، احنا وكيل وزاره الصحه كان موجود في الوقت ده، بيقول لي محافظ بني سويف بيقول لي ده ايه القرار واخده حالا
يعني لسه انا جاي من المستشفى بيقول لي ده احنا خلاص المحافظ هيلغي وجبه المدرسيه. طب ما فيش اوائل بي جرس انذار من المحافظات كلها اوائل بي ان حاله التسمم دي على مستوى المدرسه. ليه هنا بيحصل المشاكل دي كلها ونيجي نقول ايه دق جرس الانذار ان الموضوع ده المفروض ده في اخطر المدارس ان الوجبه دي ما ياخدوهاش. سامعني السؤال؟ يعني هم قالوا هيلغوا الوجبه المدرسيه. وكيل وزاره الصحه انا كلمته في المستشفى قال يلغي المحافظ بنشوف هيلغي الوجبه المدرسيه. طب الكلام ده كان الاول. يعني احنا دلوقتي عندنا لسه موجوده في المستشفى وائل بيه حوالي من 30 طالب موجودين في حاله اغماء وتعب وارهاق يا وائل بيه. طيب يعني خلينا كده هنشوف بس ال طب انتوا عملتوا ايه؟ احنا سيادتك احنا طبعا كان موجود طبعا في المستشفى محافظ بن سويف وجه وكيل وزاره الصحه بيتكلموا معانا وطبعا طبعا معروف ان المحافظ بص على العنابر وخد بعضه واتكل على الله من بره بره. يعني انت ما قالش مثلا المقصر اجازه في الموضوع ده. لا للاسف الشديد ما فيش هنا يعني انا بحس ان محافظ بن سويف مهمش خالص يا وائل بيه. طيب خلينا اسال دكتور عبد الناصر حميده وكيل وزاره الصحه في بني سويف. يا دكتور عبد الناصر اهلا بيك. دكتور عبد الناصر انا بحيي كل الساده المشاهدين. بيحيوك جميعا. قول لي ايه السبب التسمم بهذا الشكل وليه بهذه الاعداد الكبيره وبشكل منتظم يعني؟ هو انا معلش انا اسف سمعت اخر عشان انا كنت برا بس هو ده بيتكلم من مستشفى الفشل. انت بتتكلم من مستشفى ايه يا عم يا استاذ محمود؟ استاذ محمود طيب المهم مش مهم يا مش مهم يا دكتور عبد الناصر. هو فعلا هو مؤكد بيتكلم في مستشفى الفشل انا كنت فيها من ساعه واحده بالفعل فيها فعلا الحالات وصل دي اعلى عدد حالات مستشفى الفشل في 53 حاله. هو اشتباه تسمم يعني احنا ما بنقدرش نقول عليه تسمم غذائي الا بعد نتائج العينات. يعني احنا خدنا جميع الحالات اللي جت الفرق الطبيه موجوده استقبلت لهم عملوا يعني غسيل معده عملوا خدوا المحاليل اللازمه خدنا متحصلات من القيع عشان نعمل له تحاليل عملنا تحفظ على البسكويت لان هم كلهم من مدارس مختلفه في الفشل تلو اشتركوا في اكل الوجبه المدرسيه اللي هي البسكويت عملنا تحفظ صحي عليها. ومعالي المحافظ لما جه شاف كل الحالات بالفعل واستمع يعني ايه هي الاسباب الموضوع واصدر هي هو البسكويت بيجي طبعا انت يعني عشان بس الصحه بس احنا هنحاول نسال في التربيه والتعليم بيجي منين وايه الضوابط والرقاب. لكن هل انتوا كوزاره الصحه بتشرفوا على ده صحيا؟ احنا دورنا ان احنا بناخد عينات بصفه دوريه وصفه مستمره انما الوجبات ديت بتيجي من الموردين للمدارس مباشره في لجنه من المدرسه هي اللي بتستلم الوجبات ديت فيها مشرفين تغذيه وفيها مدرسين وهي اللي بتستلم ولكن احنا دورنا بناخد عينات بصفه دوريه للفحص. الحالات الصعبه اللي التسمم كان واضحا فيها كم حاله؟ الحالات هي معظم الحالات يعني كانت مغص بعض الحالات كان فيها قيء بعض الحالات كان فيها اسهال. دلوقتي 53 حاله اللحظه اللي انا بكلم سعادتك فيها فاضل منهم 20 حاله فقط عشان هم اجراءات نيابه بتستوفي الاجراءات والتحقيقات. اما الحالات كلها هتخرج النهارده سليمه ومستقره وبرضو في اجراءات عشان تحديد ايه هي المشكله بالظبط بعد التحاليل والنيابه بتتخذ اجراءات برضو عشان بنطمن. طيب الاخ والمواطن اللي هو اتكلم ان في اجراءات قانونيه هتتخذ
لو ثبت ان في اي مخالفة. انا بشكرك. دي الصور يا جماعة اللي عندنا دي، دي صور حقيقية للاكل بتاع حالات التسمم في اسوان، نشوفها تباعا كده في اكثر من صورة، ده اللي حصل فيها حالات التسمم في اسوان اللي احنا هنشوفها بعد قليل. يعني لما قدم طعاما للتلاميذ وللنشأ مش ممكن ابدا ما تكونش فيه رقابة صحية عليه، كفاية انه التعليم فاسد، الاكل كمان هيبقى فاسدا، وبالتالي هنا يعني لا العيال هيتعلموا ولا هيعيشوا، هينشأوا كمان على امراض بسبب الجشع الكبير وبسبب الصفقات المشبوعة، بان ما تعرفش موردين بيوردوا هذه الأغذية للمدارس وبتحصل هذه الحالات كثيرة. طيب قبل ما نناقش القضية كمان معايا اتنين من أولياء الأمور، الأستاذ عماد سعيد. يا أستاذ عماد أهلا بيك. أستاذ عماد، أستاذ عماد سمعني؟ طيب أستاذ محمد أحمد. يا أستاذ محمد أمور يا فندم، قول لي إيه اللي حصل لابنك؟ بنت أخويا يا باشا. ايه اللي حصل لها؟ حصل لها موضوع ترجيع من الوجبه الغذائيه اللي هي اكلتها، وسخونه وسال، ومعالي الوزير بيكلمك دلوقتي بيرميها على المدرسين بتوعه المدرسه، المدرس بتاع المدرسه بيستلم حاجه زي ما جايانه من الصحه وبيستلم عياله وعليها اشراف في الصحه، ما كانش يحصل ده كله. يعني انتوا بتحملوا الصحه يعني؟ ايوه طبعا، مش المفروض يا وكيل وزاره الصحه بيقول دي بتتم بشكل مباشر ما بين المورد والمدرسه، وده طبعا حاجه عجيبه يعني. لا ازاي توصل بشكل مباشر من مورد للتربيه والتعليم؟ يعني تمشي ازاي يعني؟ مش المفروض عندنا صحه يا باشا، المفروض ان هي بتشرف على الوجبه الغذائيه دي قبل ما توصل. طيب وحاله الترجيع كانت مستمره؟ ايوه يا باشا ايوه، وعدت ال 75 حاله مش 52 حاله زي ما بيقول معالي الوزير دلوقتي. طيب انا بشكرك استاذ عماد سعيد من اولياء الامور ايضا. يا استاذ عماد اهلا بيك. اهلا بيك يا سؤال. ايه اللي حصل لابنك او بنتك؟ يا باشا اللي حصل من التغذيه بتاع المدرسه، جاله حاله تسمم وديناه المستشفى. والحاله واضحه، التعب واضح يعني؟ التعب واضح، هم خرجونا من المستشفى دلوقتي والواد لسه تعبان ومعاه في البيت اهو. كل ايه بقى؟ كل باكو بسكوت، ولو عايز تساله حضرتك ممكن تساله. دوني كده اسمه ايه؟ اسمه باسل. باسم عماد سعيد. باسم، يا باسم. الحمد لله على السلامة يا باسم. اهو معاك يا باسم. يا باسم سامعني؟ ايوه معاك اهو يا باسم. يا باسم. باسم سامعني؟ كلت ايه بقى يا باسم؟ كلت قوي. كلت ايه؟ نشويات. انتوا بتاكلوه كل يوم؟ بيشيلوا مره فطير نشويات وتغذيه. الاكل شكله ايه يا باسم عندكو؟ عندنا بسكويت اصفر، وعندنا الفطير ملون مش عارف. يا باشا بيقول لي سيادتك البسكويت شكله اصفر. البسكويت شكله اصفر، يعني الاكل بايظ يا باسم. انتوا عارفين كده انه الاكل فاسد بايظ عندكم. يا باشا دي طلبه ما تعرفش حاجه، واطفال لسه صغيره. طب دلوقتي حضرتك مين اللي يتحاسب ومين اللي يشيل الليله دي؟ طيب ما احنا هو عشان نشوف مين المسؤول عند وزاره الصحه بتتهرب وبتقول صفقات متبادله بين المورد والمدرسه. حضرتك تابع القضية دي وشوف مين المسؤول. طبعا هنحاول نشوف وكيل وزارة التربية والتعليم كمان، الأستاذ هناخد الأستاذ دكتور عصام القاضي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب. دكتور عصام أهلا بيك. أهلا بحضرتك يعني يا أستاذ. دكتور عصام، يعني كمان الأكل، يعني أنا لسه بقول إنه يعني التعليم دون المستوى، والاكل كمان اللي بيقدم للتلاميذ بهذا الشكل، حالات تسمم بتحصل كثيرا يعني، لكن طبعا الكارثه اللي حصلت انها اكثر من وقع في اكثر من مدرسه يعني، ايه السبب؟ والله انا بالنسبه للوجبه المدرسيه انا طالبت مرارا وتكرارا بوقفها، لان ما نيجي نشوف فلسفه الوجبه اساسا كانت ايه؟ ان هو مش حكايه انه بيقدم، هو عشان الحاله الصحيه للتلاميذ وبعض حالات
سوء التغذية، فهم بيقدموها. أنا قلت يعني بسيطة جدا، يعني النهاردة دور الزائرة الصحية لو رجع تاني بالمدرسة وتابعت الحالة الصحية وهي عين وزارة الصحة لدى التربية والتعليم ولدى المدارس، بالعكس هتبقى أفيد وأشمل وأعم من أنا أديله وجبة ما بيأكلهاش، وكلنا شايفين إن هم فعلا بيبدأوا يحدفوا بعض التلاميذ، وده واقع موجود ومحدش مش كل الناس بتاكلها. فانا لو عملت ان انا رتبت، احنا لما سالنا يعني بعض المتخصصين قالوا لا الوجبه المدرسيه دي فيها عيال مش لاقيه الوجبه دي في بيوتها فبتاكلها في المدرسه يعني بسبب الفقر الشديد. يعني الدعم بقى، الدعم النهارده بياخده القادر وغير القادر. انا لو عايز اتناول العمليه دي صح بعمل عن طريق بقى الزياره الصحيه واخصائيه الاجتماعيه بالمدرسه حالات التلاميذ، ممكن اقدمها في صوره عيني نقديه لاهلهم طبقا لحالات الغياب والحضور بتاعتهم وتواجدهم كل اخر شهر، يقدر يصرف منها على الولد، ومن ناحيتين بشوف الحاله الصحيه وبقدم له الوجبه الرئيسيه عشان بدي الدعم. يعني الى هذا الحد احنا عاجزين عن ان احنا نوصل وجبه مدرسيه صحيه للتلاميذ. عام في ناس اساسا ما بتاكلهاش، يعني مش دايما مش كل بياكلها ومش كل بيحضر، ودايما بقدم الوجبه. انت شايف الجبنه النسو عامله ازاي؟ هاتوا يا جماعه الجبنه النسو كده بتاع الاسوان، ممكن يكون تاريخ الانتاج بتاعها، انما طريقه سوء التخزين يوصلها لي كده. البسكوت نفسه ممكن خارب الذمم، يجيب مثلا عشان بيعمل يصنع بياخد من المصانع كميات كبيره، لو انتهت تاريخ الصلاحيه ممكن يعيد تدويرها تاني، يبقى هي غير صالحه وتاريخها منتهي بس مكتوب على الورق ان هو صالح. حاجات طيب كبيرة. انت شايف انه يتم الغائها واستبدالها بدعم نقدي للي محتاجين يعني لمن يستحق؟ بالظبط، هوصل كتير جدا جدا، وهحافظ على المشاكل اللي كل يوم بنسمع بالمئات عن طريق كل المحافظات، ما ينفعش طبعا. طيب بس اتمنى ان انتم تكونوا معنيين كمان يا دكتور عصام بكشف وقائع الفساد خلف عمليات توريدات الاغذيه للمدارس. يعني لا ان شاء الله الاسبوع ده، الاسبوع اللي جاي ده باذن الله في بيانات عاجله وطلبات احاطه لفصل الاستاذ رئيس الوزراء مع رئيس وزير الصحه ووزير التعليم، لازم نشوف عشان ما ينفعش اهدار مال عام وبنسبب مشاكل لبعض الاسر والهلع والفزع اللي احنا شايفينه على مدار الاسابيع. بشكرك. نشوف اسوان ايضا، السويس قصدي، الاغذيه احنا شفنا طبعا الصور اللي انتم شفتوها دي في اسوان، والتقرير الاولاني كان في بني سويف. نشوف بقى في السويس ايضا الاغذيه الفاسده اصابت العائلات والتلاميذ والنشء والاطفال بالهلع والفزع. Vamos a ver.
طبعا في حد يتخيل يا جماعه ان احنا نشوف المشهد ده، العائلات اللي امام المستشفيات، يعني انت بتودي ابنك للمدرسه علشان تبني مستقبله وعلشان كمان يعني تتفائل بيه وتبقى سعيد، فتبقى النهايه كمان مستشفى ليه؟ عشان وجبه مدرسيه، يعني نفشل في توصيل وجبه مدرسيه صحيه وسليمه للمدارس. زي ما قلت لكم التعليم فاسد وقلنا ماشي، يعني الى ان ينصلح الحال حتى الوجبة المدرسية البسيطة كمان فاسدة. شوفوا الحالة، يعني مين يتخيل، يعني بدلا من انه العائلات دي تبقى اهتمامهم بانه ولادنا هيتعلموا ايه لا، حالة هلع وزحام في المستشفيات بالشكل ده، كل واحد عايز يشوف ابنه حصل له ايه واللي شايل ابنه بيجري بيه. نوصل كمان في النهاية انه في وقت واحد في توقيت واحد تبقى كل هذه الحالات وفي محافظات مختلفة وفي مدارس مختلفة، وإسعاف يشيل ويودي المستشفيات، كل ده ليه؟ عشان وجبة؟ يعني مش عملية إرهابية مثلا استهدفت المدارس، وده الفساد لا يختلف عن العمليات الإرهابية، فساد وغياب ضمير وصفقات مشبوهة بتتم من تحت لتحت، ناس بتكسب أموالا طائلة من عمليات توريد الأغذية للمدارس، وفي انعدام رقابه وكمان مفيش اشراف كامل. استاذ متولي ابو الحسن مدير مدرسه، استاذ متولي اهلا بيك. استاذ متولي. ايوه يا استاذ وائل، سامع حضرتك. اهلا بيك. ايه الحكايه الاكل الفاسد ده يا استاذ متولي؟ والله يا فندم انا ما اعرفش اكل فاسد، انا بستلم الحصه عليها تاريخ صلاحيه سليم، ما اقدرش، انا مش اهل اختصاص عشان ابت ان دي صلاحيتها كامله عندي بوزع، وانا لحسن الحظ ما وزعتش النهارده على فكره يا استاذ وائل. ليه ما وزعتش؟ ليه ما وزعتش؟ لان في مدارس ابتدائيه بتاخد فسحتها الفسحه بتاعتها قبل مني، فلما نمى الى علمي من بعض الزملاء ان في ناس اتسممت وطلبه اتسممت، وقفت ان انا اسلم، فما سلمتش، وال15 كرتونه اللي هم جوهم لي موجودين والنيابه جت اتحفظت عليهم. يعني انت لما سمعت، انت مدير مدرسه، لما سمعت ان المدارس الثانيه اللي حواليك واللي في المدينه اصيب التلاميذ فيها بالتسمم، قلت مش هوزع قلت مش هوزع، وبلغت بعض المدارس اللي جنبي المديرين، قلت لهم يا جماعه حصل واحد اثنين ثلاثه، فيا ريت ما توزعوش. في البعض منهم قال ان انا وزعت، وفي البعض كان وزع جزء فتوقف عن التوزيع يعني. فالحمد لله يعني خففنا البلوى شويه يا استاذ وائل. طيب استاذ متولي، الوجبه المدرسيه علاقه بين مين ومين؟ الوجبه المدرسيه على حد علمي علاقه ما بين الوزاره وبين المتعهدين او اصحاب الشركات. طب انت لما بتجي لك انت كمدير مدرسه ما عندكش اي ادواتك للتاكد من انها صحيه ولا مش صحيه؟ دي مش وظيفتك. لا، هو احنا على فكره يا استاذ وائل الثانوي كالعاده ما بيقولوش بسكوت، ده هو اول مره يجينا، انا مدير مدرسه بقالي 3 سنوات. اول مره في خلال الاسبوعين اللي عدوا دول يجينا بسكوت. فانا بسال يعني المفروض الوجبات دي سواء بسكوت او وجبه مدرسيه بتيجي للطلبه بتوع الابتدائي او الاعدادي اللي هو مرحله التعليم الاساسي. فقال لك المخازن تقريبا فيها كميات كبيره، فلو هم هيوزعوا للابتدائي ربما هيتبقى جزء كبير فنوزعه على الثانوي. مخازن مين؟ مخازن مين؟ المتعهدين يعني عندهم كميات كبيره جاهزه. يعني المتعهد عايز يخلص الكميات اللي عنده على عايز يخلص حساب... اكيد طبعا عايز يخلص الكميات دي على حساب الطلبه وعلى حساب ابنائنا يعني، فما اعرفش بقى الحاجه دي مش في ايدينا احنا، احنا كمديرين يعني. هو فعلا تلميذ الثانوي عايز بسكويت ليه؟ وعلى فكره حتى تلميذ الثانوي لما بياخد البسكويت يا فندم عندي ما بياكلوش، يعني انا بوزعه قبل الخروج بفتره وجيزه، وبقول للولد خد خد الباكو وبسكوت معاك البيت، لان انا حتى ما عنديش غير عامل واحد، والطلبه طبعا ايه اللي بياكلوا بيرموا في الفصول، وبتبقى العمليه شكلها مش مظبوط يعني. طيب دكتور لطفي عبد السميع وكيل وزاره الصحه بالسويس، يا دكتور لطفي اهلا بيك. وائل انت واسره البرنامج، اهلا بيك يا دكتور. دكتور لطفي انا عايز اعرف الوجبه المدرسيه دور وزاره الصحه فيها ايه؟ هل لها دور ولا ملهاش؟ لا طبعا يا فندم، احنا لنا دور دلوقتي اللي هو في عينات بتتاخد على من المخازن، ولو في مصنع موجود بيتاخد منه عينات وتتبعت للمعامل المركزيه،
وتيجي نتيجه التحليل مطابقه او غير مطابقه. اه احنا كانت اخر عينه متاخده في شهر 2 وكانت اتبعت معامل مركزيه وكانت جايه النتيجه مطابقه. احنا فوجئنا النهارده بالحدث ان في بعض الاطفال في الوحده الصحيه اتصلوا بيا ان بعض الاطفال عندها قيء ومغص معوي وارتفاع بسيط في درجه الحراره. كلمت فريق الوقايه على طول والرعايه الاساسيه، اتجهوا للوحدات قطاع الجنان اللي كان فيه المشكله، وجهزت الطوارئ بالمستشفى العام والتامين الصحي، واخترت السيد المحافظ الوزير المحافظ بالوضع، وبدات الحالات تتوالى. ولكن الحمد لله يعني فضل من ربنا الفريق الطبي كله كان موجود، فضينا اخلينا مساحه كبيره. كم حاله تسمم وكم حاله فيها خطوره وكم حاله يعني عاديه؟ هو انا هقول لحضرتك برضو حقيقه يا استاذ وائل، الحمد لله الحالات كلها حاليا ما فيش ولا حاله موجوده في المستشفى بالنسبه للاطفال، فكلها خرجت. هو الاعداد طبعا في حالات كانت فعلا عندها القيء والمغص المعوي وارتفاع طرف الحراره، وحالات مجرد ان هي بتدعي المغص وموجوده واهاليها طبعا جاري على المستشفى. فانا كل الحالات اللي وصلت المستشفى السويسي العام 250 حاله، ومستشفى التامين 127، وقائد الجيش الثالث مشكورا ادى اوامر مع القائد الاعلى للقوات المسلحه وفتح المستشفى العسكري واستقبلت 77 حاله. دول يعني انا يعني انت هنا لان انا عايز اشوف الخيط فين، يعني الـ الـ القاتل فين، الفساد فين، يعني انت بتقول هنا فين اللي وصل الحل حصلت بعد تناول الوجبه اللي هو البسكوت اللي الاطفال بداوا ياكلوا. طيب انت بتقول وزاره الصحه بتاخد فقط عينات من المورد من المخزن الموجود وتبعتها للمعامل المركزيه، ده دورنا في الطب الوقائي، نشوف طريقه التخزين، نشوف النتائج مطابقه ولا لا، لما تيجي نتيجه من المعامل المركزيه ونبدا ندي خلفيه لمديريه التربيه والتعليم وصوره لمعالي الوزير المحافظ بالوضع اللي طب جاي. معقول ما بتلاقيش المخازن؟ ده الناس اللي يعني بيقول للاستاذ متولي عايزين يطلعوا البسكويت اللي عندهم كله فطلعوه حتى لطلبة الثانوي. يعني يا فندم كان في بعض المخازن في شهر 11 فيها مخالفة للاشتراطات بسيطة، تم اتخاذ اجراها معاها واتلفت السلبيات فورا. يعني انتم بتكتشفوا مخالفات في مخازن اغذية؟ طبعا، وانا اقول لك لا، انما التعامل الحدث مع الحدث يعني بطريقه الحمد لله مهنيه جدا، ويعني احنا بنشكر الاطباء والتمريض وكل من شاركنا النهارده للتواجد، والناس سابت قصارها وسابوا عيالها في المدارس ومحدش انت شايف حاله الهلع والفزع في شايف الاعداد، الناس بدل ما تستنى ولادها لولا يعني برضه عاوز اقول لحضرتك لولا تواجد الشرطه والقوات المسلحه بتعليمات مع معالي الوزير المحافظ، احنا كان النهارده ممكن تحصل كارثه في مستشفى السويس، لان طبعا الاهالي مش بيجي واحد بس مع الحاله، الاسره كلها بتنتقل والجيران وكل الناس، اصبح كم بشر غير عادي، ولكن الحمد لله كل واحد عايز ينقذ ابنه ضناه او بنته. طبعا ده دول ولادنا واهالينا يا استاذ وائل، واحنا شايف الزحام ازاي يعني هنا بدل من انه الناس تبقى مشغوله اولادها هيتعلموا ايه، بقوا مشغولين بانه البسكويت سممهم ولا لا. اكيد يا فندم، انا مش بودي ابني المدرسه عشان اروح اسممه، انا بودي ابني عاوز اشوفه احسن واحد في الدنيا، عاوز اشوف الولد كويس، لكن اللي حدث ده حدث غير عادي ومش حصل في السويس بس، وحصل قبل كده، وحتى كان موجود معانا بعض النواب الساده مجلس الشعب، يعني هم اقترحوا قالوا طب لما حصل الكلام ده في اكتر من مكان قبل كده في محافظه ليه ما توقفش الوجبات المدرسيه ديت، ما توقفتش، ويعني الناس كلها مستاءة من الوضع. انا بشكرك. مين الو؟